Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. مع ان من ضمن الاشياء من ضمن المشاكل التي خلقتها في المطالبه بالاستقلال هي يعني لان المشكله ما تطرح حتى بدايه الاستقلال حتى السنوات الاولى ديال الاستقلال وكان يدخل ضمن المشروعيه الحزبيه وكل حزب يريد ان يضيف اليه مشروعيه اخرى من خلال هذه الوثيقه في هذا السياق كان حزب الاستقلال يقصي غيره إقصاء تاما بل أكثر من ذلك تهمت أن أحد المشتغلين كارمن الكيران ديال كان اسمه عطاه الوثيقة يديها سي محمد الحسن الوزير في المنفى وطلب منه أن يمضي فرفض الإمضاء هذا الكلام الرائج المهم أنا بالنسبة لي يمكن أن يروج هذا الكلام داخل في نطاق حزبي مع الشبيبة مع اسمه قال الكلام في اطار الدعايه ضد الخصم مقبوله ولكن ان يوثق كتاريخ هنا المشكل سعد كريم غلاب في الطبعه الاولى ديال الكتاب ديالو تاريخ الحركه الوطنيه المغربيه كيوثق هذا الكلام وكانه تاريخ ما بقاش ذاكره ديال وذاكره ديال الحزب ذاكره ديال الحزب ما بقاش هي ديال التاريخ المسألة شنو النهار اللي خرجت المذكرات ديال الوزاني كتبين الحقيقة بن فريج واليزيدي مشاو لعند الوزاني باش يخبروه بأنهم راهم دفعوا وثيقة يعني ماشي ما كاينش تشاور قبلها يعني بعد هذا إخبار فقط وخلاو ورقة مكتوبة كيقولوا فيها كنتمنيناك أنت وعلا الفاسي تكونوا معنا إلى غير ذلك من هذه الأمور ما اللي خرجت المذكرات ديال الوزاني ماشي الناس غيرت الموقف لا في الطبعة الثانية ديال الحركة الوطنية ديال 29 غلاب كيقولوا لك داكشي اللي كنت قلت راه خديته من عند السي بوبكر القادري السي بوبكر القادري كنعرفوا راجل يدافع على التنظيم وكيصوب تاريخ ديال التنظيم حقه هذاك براسه ولكن غير ما يوريش هذاك التاريخ ديال التنظيم وايديولوجيا التنظيم وطروحات التنظيم هو التاريخ ديال البلاد هنا فين عندنا حنا المشكل ذاكره حزب ذاكره حزب ولكن عندنا صفحه تاريخ من البلد هنا فين كاين المشكله الطبعه الثانيه لم يقل يعني كريم غلاب ما قاله في الطبعه الاولى نقص قال بان هذه الامور ممكن اسمه قابله للنقاش صدرت طبعه ثالثه مع الاسف ما شفتهاش وكنت كنفكر نشوفها نشوف واش تراجع بالمره على هذا الكلام ولا باقي الكلام كيتردد إذا راه مسألة النقاش هي مسألة حزبية، أما التاريخ يثبت أشياء أخرى ولكل ذي حق حقه. التاريخ لا يمكن لمن سبق ولا لمن توسط ولا لمن تأخر، المشكل أن التاريخ يسجل كل شيء، أما الإيديولوجيات ما خدماش يمكن تخدم في إطار الصراع الحزبي ولكن كتاريخ ما يمكنش نحول الإيديولوجيات إلى تاريخ. إلا إذا بغينا نكتبوا تاريخ الإيديولوجيات بالمعنى المعروف. ويفهموها الناس من البداية أنها إيديولوجيات ولا ماشي تاريخ. المداخلة الثالثة هي السي عبد الواحد بن عدرا والعنوان ديالها هو مفهوم الاستقلال محاولة أولية انطلاقا من وثائق المطالبة بالاستقلال فله الكلمة. رئيس الجلسة شكرا للأساس ديال الخالد والحضور الكرام. لن أتوجه بالشكر لمركز محمد حسن الوزاني لإتاحتي الفرصة لإلقاء هذه المداخلة قبل ذلك هو شيء ونوع من الحرج وأنا أجلس مع أستاذين درسان في الكلية لهما فضل كبير علي فلذلك اقبلوا مني ما ترونه مناسبا وتجاوزوا عما ترونه خارج السياق فأحببت أن أقول هذه الكلمة لأنني تعلمت الكثير من الأستاذين الفاضلين الأستاذ مصطفى بوعزيز والأستاذ محمد معروف الدفني بل وتميز بكرم حاتم في المناقشة عندما كنت أهم بطرح سؤال على أحدهما لم يكن يبخل عليه
فلذلك احببت ان استغل هذه المناسبه لاعترف لهما بالجميع. كما وضحت في العنوان فملاحظات اوليه، بمعنى ان هذه محاوله او نواه دراسه ربما لم يسعفني الوقت الكافي لكي ألبني مشتات بعض الأشياء، لدرجة أنني داخل لحظة وأنا أغربل في بعض الوثائق التي كنت قد وضعتها في هذا العرض أولا. بصراحة اهتمامي بالحركة الوطنية يدخل من باب الأندلس، ولكن لن تتاح لي فرصة كبيرة لأناقش هنا بعض الفاعلين الذين ينتسبون إلى أسر أندلسية منحدرة من الأندلس. وعند دراستي لهذا الموضوع طبعاً اجتمع لدي مجموعة من الوثائق هي التي قمت باستغلالها. وأود هنا طبعاً أوجه الشكر الجزيل أستاذ نجيب ساقي الذي أمدني ببعض أعداد جلة السعادة التي لم يعد لدي القدرة أو الفرصة لقراءتها كما كنت أفعل عندما كنت أقرأ في البصائر الأساسية في الرباط، وكنت أستغل الوقت لكي أذهب إلى السورس وأطلع عليها ورقية بشكل واضح وجميل. ولحسن الحظ كنت قد أخذت بعض النصوص أو المجددات، أما الآن فطبعا انتقلت السورس إلى المكتبة الوطنية ولا أعرف مصيرها. المهم عندما اضطررت الى اعاده قراءه بعض الاعداد خصوصا مارس 1956 التجأت للاستاذ نجيب ساقي ولم يبقى عليا، فله ايضا مني الشكر الجزيل، وايضا درسني في الكليه فانا محظوظ به. اذا قلت ساحاول ان اقدم امر يعني نواه ورشات على ان اطورها لاحقا، التمس طبعا ظروف التخفيف في حاله. إذا عنوان المداخلة مفهوم الاستقلال محاولة أولية انطلاقا وتعب من ضرب الاستقلال، سأحاول أن أعالج على بالضبط ثلاث مفاهيم: مفهوم الحماية، مقاوم، والاستقلال. أحاول أن أرمي ببعض الأشياء وأرى تفاعلكم كيما أطورها مستقبلا. مفهوم الحماية مفهوم ملتبس، طبعا لماذا ابتدأت بالحماية؟ أننا لا يمكن أن نفهم مفهوم الاستقلال بدون أن نرجع لمفهوم الحماية. ولذلك الأستاذ محمد حسين المجداني مفاتن أي طالب بنشر وثيقة الحماية التي كتبت إذا كانت موجودة باللغة العربية لكي نفهم عن أي تفاوض وأي استقلال سنتحدث. وطبعا أنا لن أقرأ عليكم هذه النصوص فهناك إشارة إلى أصحابها. المهم أن مفهوم الحماية من الناحية القانونية معروف كما قال الأستاذ عبد الحميد حسين، ولكن من حيث التطبيق هناك التباس كبير. يخلص الأستاذ عبد الحميد حسين خلال نقاش مجموعة من الدراسات التي تناولت مفهوم الحماية، ويتبين لنا من خلال السيرة التي ترمز لفشل الحماية في المغرب أن المبادئ النظرية التي قام عليها هذا المفهوم صعبة التطبيق ومنافية للمنطق الاستعماري الذي يتحكم على أرضية الواقع في العلاقة بين الحامي والمحمي، ونسجل من خلال هذا المعطى التناقض الصارخ بين المفاهيم والوقائع أو بين النظرية والتطبيق. في بحثي عن طبعا هنا دراسة أخرى، في بحثي عن تناول مفهوم الاستقلال عقلا معثور على دراسات كثيرة ربما ذاك الوقت. المهم الدراسة التي عثرت عليها هي دراسة الباحث عاهد سحيمي، محطة تطور مفهوم الاستقلال في خطاب النخبة المثقفة بشمال المغرب. طبعا أنا أكرر هنا ما قال ولدي بعض الملاحظات، ولكن أهم ما خلص إليه هو هذا، أن التفكير بالاستقلال ارتبط مع الوحدة في الشمال حسب هذا الباحث. أيضا خلص إلى أن مجموعة من الفاعلين في الوطنيين في الشمال كانوا يعني يسألون على أن تكون هناك مرحلة سابقة على الاستقلال وهي مرحلة النهضة الاجتماعية إلى آخره. ولكن في الحقيقة هذه الملاحظة أراها أيضا تسريح على الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية، وسأعود لهذه النقطة لاحقا. في هذا الإطار أيضا نبه الباحث إلى أن
الطريقه التي كانوا يفكروا بها الوطنيين في الشمال جعلتهم يستحسنون ضم اسبانيا لطنجه بعد طبعا هزيمه فرنسا، ما يعني ان هذا سيخدم القضيه الوطنيه وتوحيد تراب المغرب. وطبعا في الاخير فهو يصل الى النتيجه ان نخبه الشمال تدرجت في بناء تصورها للاستقلال. طبعا هنا افتح القوس، صراحه عندما قارنت بين مفهوم الاستقلال في طبعا المحاوله ومفهوم الاستقلال كما نشأنا عليه، فاعتقد انه لا علاقه بينهما. الطريقه التي اعيد بها انتاج مفهوم الاستقلال في المدرسه وغيرها وفي الفلسفه وفي الاعلام بصفه عامه يوحي لنا بان هناك قطيعه تامه مع الاستعمار. وفي الحقيقه ما لاحظنا او ما لاحظته هو العكس تماما. اذا هناك اعاده انتاج مفهوم بطريقه مختلفه عن تمثلات الفاعلين له. طبعا الحمايه تطرح مجموعه من النقط، من اجل فهم الاستقلال نفسه ماذا يعني بالنسبه للفاعلين. الحمايه هي صدمه باعتبار ان الذي سيحكم غير مسلم. فهنا السؤال، كيف تقبل المغاربه وخصوصا رجال الدين مساله حكمهم من قبل اجنبي؟ انا لن اكرر ولن اكون اكثر فهم الموضوع من الاستاذين الدكتور الوالد الذي تناول هذا الموضوع بطريقه من الطرق ومقاربه مختلفه، سواء عند الحديث عن انواع السلفيات التي ظهرت في متعلقه العشرين في المغرب او ردود فعل المغربيه تجاه ظاهرات الحمايه. ولكن اود ان اتقاسم معكم بعض الاشارات هنا. اذا لاحظتم هنا هذا مقطع من الرحله المغربيه لسكيرج، وهنا يصف فرانكو بصفات فيها الاطراء في الوقت الذي نعرف ان من الاشياء التي كانت تخلق مشكل بين الاوروبيين والمغرب هي الالقاب التي كان يصف بها المخزن المغربي الملوك الاوروبيين كالطاغيه والعظيم، الى درجه ان ليون روش في القرن التاسع عشر اصر على حذف لقب العظيم وتعويضه بالسلطان. ومع ذلك كما تلاحظون في هذه الوثيقه المنشوره في دوله الوثائق الجزء الثاني، رفض السلطان ان يلقب ملوك الدول الاوروبيه بالعظيم بالسلطان لاعتبار انه جرى على السنه النبويه في تلقيب ملوك النصارى بالعظيم. طبعا هذه الامور تناولتها بشكل اشكال في كتابي على الاسفار، لذلك لن اطيل فيها. الغموض قلت يكتنف الحمايه ويظهر هذا فيما كتبه الملك النصيري في هذا الكتاب موقف الامه المغربيه من الحمايه الفرنسيه، والذي تحدث عن مجموعه من المشاكل التي اعترضت الاتفاق بين المولى عبد الحفيظ والفرنسيين، وطبعا ذكر مجموعه اشياء مختلفه عما ذكره بعض الباحثين مثل رفض المولى عبد الحفيظ الحمايه، 5 أشهر من المفاوضات، كما ذكر دور المغرب في المساله باقتراحاته التي لم تقبل في نهايه الامر. ولكن ما اثارني في الحقيقه في هذا الكتاب وما ذكر عن ان هناك كان هناك اتفاق مسبق بين المغرب وفرنسا والمغرب الاسباني عن الجلاء من المغرب. في هذه الحاله اذا هل هذا فقط محاوله يعني تنويم يعني أزمة الضمير التي يحس بها المخزن تجاه قبوله بأنه تحدث عن وجود اتفاق الجلاء، أم فعلا كان هناك اتفاق للجلاء ولم تلتزم به لا إسبانيا ولا فرنسا؟ طبعا الأستاذ ربما يصححني أو يطوران المسألة. أيضا كان هناك حديث عن تقرير مارشال يوطي، وفي هذا الاطار مفهوم الحمايه ملتبس ايضا حتى عند الفرنسيين، رغم ان بعض الباحثين يتحدثون على ان مفهوم الحمايه كما طبق في المغرب كان بالاعاز من مجموعه من الليبراليين الى اخره. ولكن في نهايه المطاف عندما نعود للمقتطف من تقرير مارشال نشره المشرف في هذا الكتاب السابق الذكر، نلاحظ ان لودو يقول ان اقامتنا في هذا الوطن مؤسسه على مبدا الحمايه، نعلن ذلك وتعلن الحكومة الفرنسية بكل مناسبة، ولكن أليس ذلك سوى كذب وتلفيق؟
طبعا ذكر كيما صار ان الطريق السري الى ان نشر في سياق الخوف. ايضا محمد بن كيناصيري انتقد غياب نص العرب، وفي الحقيقه مساله غياب نص العرب للحمايه تثير مشاكل الى اشكالات عده لغايه اليوم، رغم ان البعض يشهد ويقول ان هناك نص عربي مقدم، ولكن في الحقيقه مسألة فيها اشكال. بالمناسبه طبعا كيناصيري انتقد ايضا تلكؤ السلطات الفرنسيه في اظهار نص الفرنسي، ولكن هذه المسألة جنبه فيها الصواب، لأن النص الفرنسي كان مشهور منذ 1931 في هذا الكتاب. هذه عبارة عن وثائق دبلوماسية منذ 1931 مشهور النص الفرنسي، على عكس ما كان يعتقد بعض الوطنيون منهم محمد مكي الناصري. طبعا بعض الباحثين شاهدوا لتفسير غياب النص العربي، منهم الحفيظي، منهم علاء الخديوي عفوا، في كتابه الحركة الحافظية قال بأن غياب النص الفرنسي مفهوم من خلال ان وثيقه الحمايه ما هي الا ترجمه مع بعض التعديلات للرساله ارسلها المولى عبد الحفيظ الى 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 الفرنسيين مطالبا اياهم بفرض الحمايه. وكما قلت هذا الامر فيه مشاكل كثيره، ولا يمكن ان نتفق مع الاستاذ علاء الخديوي فيما ذهب اليه. طبعا كانت هناك محاوله من قبل عبد الوهاب المنصور نشر نصا تنسل المعاهدتين باللغه العربيه والفرنسيه، ولكن البعض اخذه كانه النص العربي الاصلي، مع ان عبد الوهاب المنصور في تقديمه يقول هذه نسخه مصوره فقط، نسخه وليست النسخه الاصليه، هي نسخه فقط عن النسخه. وايضا لم يجزم بوجود النص اصلا عربي. إذا في غياب نص عربي نتساءل فعلا على مدى وقع السلطان مولى عبد الحفيظ، وبالتالي نعود للسؤال ما معنى مفهوم الحماية. ذكرت على أن الحماية لا يمكن أن نأخذها كأنها مسألة عادية، هناك صدمة، كيف يتقبل المسلم أن يحكمه أجنبي، خصوصا في ظل أدبيات ترفض ليس فقط حكم أجنبي بل حتى التجارة مع الأجنبي والذهاب إلى أرض أجنبي، فما بالك بالإقامة فيه. وطبعا يكفي أن نأخذ كتاب النوازل الجديدة الكبرى لنرى الفهرس، فنرى عدد الفتاوى الموجودة في هذا الإطار. أيضا كتاب ماء العينين، كتاب هداية من حار في أمر النصارى، والذي يقول بأن دخول الداخل يستلزم الجهاد، يعني لا يمكن ان نقبل. بالتالي هناك فعلا اسئله كثيره حول كيفيه تمثل المغاربه للحمايه وكيفيه تقبلهم لها من عدم. المفهوم التالي هو مفهوم المقاومه. طبعا هذه بطائق والدي الذي كان عضوا في خليه انصار الفداء، وانا اقلب هذه البطائق اثار انتباهي في البطاقه الثانيه في 1956 ان المقاومه يعني مركزه في الفتره التي تم فيها خلع محمد بن يوسف. فبحثت في الموضوع فوجدت طبعا ظاهر منشور في هذا الكتاب يحصر كما تلاحظون المقاومه في فتره ما بين خلع السلطان محمد بن يوسف وابريل 1957. والسؤال، والذين قاوموا قبل هذه الفتره اين نظروا؟ علما ان هناك ظاهر اخر معدل ولكن حافظ على نفس التعريف. لان الذين قاوموا قبل هذه الفتره اين نصنفهم؟ والذين قاوموا او استمروا بالنسبه للجيش التحرير مثلا في بعض المناطق اين نصنفهم؟ اذا هناك التباس ايضا في مفهوم المقاومه، كما ان هناك التباس ايضا في مفهوم متعاونين او الخونه الى اخره. نصل الان الى مفهوم الاستقلال. نبدا ب وثيقه الشمال. طبعا انا لن اخوض في التفاصيل التي خاض فيها الاستاذ دافع الاستاذ بوعزيز وما ادرى مني بالتفاصيل، احاول ان اتخذ مسربا او منعرجا اخر بطريقه من الطرق، لعل وعسى ان تكون مساهمتنا لها إذا. طبعا من اجل استيعاب اكثر لهذه الوثيقه نفضل الرجوع الى الوراء قليلا. لا حكايه يعرفها الكثيرون،
وهي لما كان سنحت فرصة مطالب الاستقلال في المنطقة الشمالية. طبعا كان هناك نقاش بأنه إذا تم إزالة الحماية في الشمال باعتبار أن المعاهدة الأصلية هي مع فرنسا، ففرنسا ستمد سلطتها إلى باقي المغرب، إلى شمال المغرب. وطبعا عندما نقرأ المراسلات الموجودة بين شكيب أرسلان وبعض الوطنيين بما فيهم تلك الموجودة في الكتاب، يبدو أن الذي تولى كبار هذه الفكرة هو شكيب أرسلان. شكيب أرسلان حتى الوطنيين على عدم المطالبة بالاستقلال حتى لا تمد فرنسا سلطتها على المنطقة الشمالية، باعتبار أن فرنسا أكثر قساوة من الإسقاط. ولدي تساؤل فقط، ألم يكن شكيب أرسلان ضحية حسابات ألمانيا ربما لم يدرك أبعادها؟ لا أقول بسؤالية، ربما تكون أمور تجاوزته. فعندما أعود إلى هذا الكتاب الذي يتحدث عن استعمال غازات سامة لمواجهة الكريم الخطابي، نجد على أن الألمان لم يكونوا راغبين في انتصار الخطابي، لأن انتصار الخطابي معناه فرصة سانحة للفرنسيين لأيضا يمدوا سلطتهم على الشمال. والمشكلة عند ألمانيا ما هو؟ هو أن معاهدة فرساي ألزمت ألمانيا بالتخلي عن ممتلكاتها خارج ألمانيا، خصوصا في فرنسا. وبالتالي كما جاء في الكتاب، فألمانيا كانت حريصة على لا يتكرر سيناريو المنطقة السلطانية وغيرها في المنطقة الشمالية. وأتانا الحديث عن شركة أو عن من اسمها. طبعا أمامكم نص واضح حول الموضوع من الكتاب. طبعا هذه المسألة تحيلنا إلى ما ذكره محمد أستاذ محمد حسن الوزاني في حياة وجهاد، حول اللقاء الذي أو الفرصة التي أتيحت لبلافريج وغيره كتقي الدين الهلالي من قبل شكيب أرسلان لملاقاة الألمان، النظام النازي الألماني، في إطار طبعا عدوي صديق. وهذه الفكرة طبعا موجودة حتى عند آخرين، من بينهم صوت مشهور، صوت برلين البحري، الذي كان بوق دعاية للنظام النازي، فتحدث فعلا عن مجيء بلافريج لمقابلة بعض القياديين الألمان خدمة للقضية المغربية، وطبعا بإعاز ودعم من شكيب أرسلان. ولكن فاجأني في الحقيقة ما ذكره البحريم، أن السلطان محمد بن يوسف رفض هذه المسألة، رفض أن يضع يده في يد الألمان. طبعا هذا كما قلت يعيدنا إلى السؤال الذي طرحت، أن هناك التباس في مفهوم الاستقلال. وعندما نأخذ مثلا ما كتبه الطريس، صحيح أنه يتحدث عن أن الغاية هي الاستقلال، ولكن الطريس يصرح إن أهم ما نسعى إليه أن تصبح هذه الأمة ذات سيادة في الداخل وحرمة في الخارج، ولكنها غير مستعدة. كيف يمكن لأمة أن تتحرك وهي جاهلة والأغلبية الساحقة فيها فقيرة إلى آخره؟ يعني أنه مفهوم الاستقلال لم يكن واضحا كما قلت لدى كثير من الوطنيين، وبعضهم كان يرى أن هناك ضرورة وجود مراحل أولى قبل الوصول إلى مرحلة السلام، حقا خاصية تسري على أغلبية الوطنيين. أيضا مسألة في مطالب الشعب المغربي بنشرت في 1357 هجرية الموافق تقريبا 1937، أيضا هناك 1357 مطالب الشعب المغربي، لا بالشمال، حزب الإصلاح الوطني 31. شكرا على هذا التصوير. قلت فأيضا في هذه المسألة هناك الحديث عن أن الغاية هي الاستقلال، ولكن كخطوة يعني كخطوة أولى قبل ذلك. إذن على أي حال هناك التباس في مفهوم الاستقلال مع اختلاف تمثلات الفاعلين.
ويظهر ذلك فيما جاء في معلومات المغرب من بخط القاسم الزهيري او الزهيري الذي يتحدث عن الاستقلال بطريقه توحي الى فعلا وجود مشاكل لا على مستوى تمثل الوحده الترابيه ولا على مستوى التعاون مع الفرنسيين ولا مع الاسبان. في هذا الاطار كما قلت اختلاف التمثل يختلف باختلاف المرجعيات، وانا هنا ساستغل قلت الشغال على الاندلس لاخذ مثلا محمد داود. فمحمد داود تمثله لعلاقته مع الاسبان لن تكون مثل تمثل مجموعه من الفاعلين في المنطقه السلطنه الفرنسيه، على اعتبار التاريخ الطويل ما بين اسبان والمنطقه الشماليه. وطبعا محمد داود اصوله اندلسيه، فهو ينتمي اسرته تنتمي لغرناطه كما جاء في اطلس مأساة الاندلس، وهناك السنه التي هاجرت فيها اسرته الى المنطقه السلطانيه الى شمال المغرب. الملك حسن الثاني في حديثه عن اهم حدث اثر فيه يتحدث عن احداث 23 يناير التي ساهمت في بلورة وعيه السياسي. ولكن يهمني هنا في النص الاخير انه يقول لقد ترك يوم 23 يناير بصمتي بعمق في ذاكرتي، كان معي يومئذ ثلاثه من رفاقي في المعهد وكنا نصيح بصوت واحد سنحصل على الاستقلال، وقلت له الاستقلال ما معناه؟ معناه اننا سندبر شؤوننا بانفسنا واننا سنكون مسؤولين عن كل شيء. فقالوا بنبراتي لا تخلو من اندهاش، نعم بالطبع، وتذكروا اني قلت لهم بالحرف هذا ما يجب ان يكون، الا انكم سترون ان الامر لن يكون هزلا كما يخيل اليكم. ساله الصحفي هل استعملتم لفظ هزل؟ جواب نعم، لقد ضحك رفاقي بينما شعرت انا بفرح عالي مشوب بشعور رهيب، كنت سعيدا لان الامور كانت تتحرك ولكني كنت مهموما، كانت لدي فكره غامضه بعض الشيء عما ستكون عليه هذه المسؤوليه، ولكنني كنت عاجزا عن تحديد المجال والكيف والوقت. نصل الى الوثيقه الخاصه بالوثيقه الاشهر التي كتب حولها الكثير، وثيقه 11 يناير. ساذهب الى الامام ولن اعود الى الورقه كما فعلت مع وثيقه الشمال. مفهوم الاستقلال كما جاء في معاهده 2 مارس من اجل فهم تمثل الفاعلين في حزب الاستقلال لهذا المفهوم. وهنا اطرح مساله الترابط، قضيه الترابط التي طبعا نجدها واضحه في مجموعه من المصادر بما فيها اعداد جريده السعاده. اذا سمح لي السيد رئيس الجلسه ان اقرا جزءا مما كنت دونته عندما كنت اداب، شكرا السيد رئيس الجلسه. في عدد 3 مارس 1959 جريدة السعادة جاء في هذا العدد إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالة الملك تؤكد إرادتهما على أن يعطي المفعول التام لتصريح لاسي سامبلو، ويشهدان أن التطور الذي حصل بالمغرب فإن معادفات سنة 1912 لم تعد مطابقة لمقتضيات الحياة العصرية ولا يمكن أن تكون أساسا لأن تتحكم في العلائق الفرنسية المغربية. وعلى هذا فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد رسميا اعترافها باستقلال المغرب مع ما يقتضيه من وجود جيش وتمثيل خارجي وعزمهما على أن تحترم وتعمل على أن تحترم وحدة الأراضي المغربية المضمونة بالاتفاقات الدولية. وتصرح حكومتان أن المفاوضات التي افتتحت في باريس بين المغرب وفرنسا وهما دولتان متساويتان تتمتعان بسيادتهما غايتهما إبرام اتفاقات جديدة تحدد الترابط بين البلدين في الميادين التي مصلحتهما فيها مشتركة، وأن الاتفاقات تنظم التعاون بينهما على أساس الحرية والمساواة خاصة فيما يدين الدفاع والعلائق الخارجية والاقتصادية والثقافية، وأن تلك الاتفاقات ستضمن الحقوق والحريات الفرنسيين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بفرنسا مع احترام سيادة كل من الطرفين. جاء أيضا في عدد 3 مارس جلسة السعادة حول البروتوكول الملحق بالبيان المشترك، أولا يمارس جلسة السلطان بالسلطة التشريعية بكامل السيادة ويطلع ممثل فرنسا على الضرائب والقرارات ويبدي ملاحظاته عندما تمس هذه الضرائب بمصالح فرنسا ومصالح الفرنسيين.
أكتفي بهذا القدر حتى لا أطلع عليكم أكثر. فإذا مفهوم الاستقلال كما جاء في الوثائق الرسمية تضمن عبارة الترابط. ماذا يقصد بالترابط؟ هذا أيضا مجال الالتباس الكبير من الناس الذين دافعوا عن مسألة الترابط، عبد الرحيم بوعبي، حتى أن كتاب الذي صدر يحمل مجموعة من شهاداته يتضمن فعلا حديثه عن الترابط، بل أكثر من ذلك أصيب جبرو قال بأن ما ذهب إليه أحد الباحثين من أن الترابط هو مفهوم فرنسي، هذا خاطئ، لأنه لو اطلع على ما جاء في أحد حوارات عبد الرحيم بوعبيد لا عرف أن عبد الرحيم بوعبيد استعمل مفهوم قبل الفرنسيين. هناك مجموعة من الوثائق التي تتحدث عن إشكالية مفهوم الترابط لدى الحركة الوطنية في بالنسبة لحزب الاستقلال، سأتجاوزها حتى لا أثقل عليكم لأصل إلى النقاط الآتية. بالنسبة لي مفهوم الاستقلال لم يكن واضحا لا عند الحركة الوطنية في الشمال ولا عند الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية، لا عند حزب الاستقلال ولا عند حزب الشورى والاستقلال. مجموعة من الأشياء التي لم يتم الحسم فيها مثل مسألة الأرض، الأراضي ومن يملكها لم يتم الحسم فيها. الوحدة الترابية، علما بأن هناك اتفاقية وقعت بين السلطة المغربية والسلطات الإسبانية بعد هزيمة حرب تطوان 1860 تنص على توسيع مجال سبتة، وطبعا بالنسبة للطريقة التي تم فيها توقيع معاهدة جوجمارس فيمكن القول بأن الهاجس الذي كان يشغل كثير من الفاعلين هو توقيع المعاهدة أكثر من تفادي المشاكل في المستقبل على سياق قضية الزاء التي تطيعت من قبل فرنسا للجزائر. وطبعا تعرفون النقاش الذي او ما يقال عن ان بلافريج كان ضد المساله، بينما محمد بن يوسف قال بانه عندما يستقلوا اخوتنا الجزائريون سنتفاهم معهم. وفي هذا الاطار طبعا ايضا مساله موريتانيا، حاول المغرب ان يجمع يعني نوع من التضامن معه من أجل قضية موريتانيا، ومؤتمر رؤساء الدول الإفريقية المنعقد في الدار البيضاء 1961 دليل على ذلك، خصوصا أن ما ميزه حضور عباس فرحات رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية بالنيفا. وفي هذا المؤتمر سيكون هناك إجماع على أن موريتانيا مغربية وأن الدول أو القادة الحاضرين سيدعمون هذا المطلب المغربي. قلت أيضا كان هناك مشكل وتسرع في المطالبة بالاستقلال، يبدو ذلك من موقف أمريكي، مفروض أن خطوة كهذه أن يطالب الوطنيون بالاستقلال ينبغي أن يرتبط به أو يصاحبه دعم من القوى الكبرى. وفي عندما نقرأ ما جاء في كتاب بوخريس سنفهم على أن ممثل الحكومة الأمريكية صحيح قال سيتسلم ولكن ليس بشكل رسمي، وفي الحقيقة الأمر كان واضح أن أمريكا لن تقف مع المغرب ضد فرنسا. نصل أخيرا إلى وثيقة حزب الشورى والاستقلال، طبعا لن أقول فيها يعني أمور كثيرة سبق ذكرها. ما يهمني هو أن أيضا حزب الشورى والاستقلال كان هناك أيضا التباس في مسألة الاستقلال، خصوصا عندما يسر محمد حسن الزاني على قضية الدستور والديمقراطية وأن الاستقلال هو فقط وسيلة لتحقيق الديمقراطية وغيرها، لتحقيق الرفاهية وغيرها. لأصل إلى النقطة تقريبا الأخيرة، من الأشياء التي أثرتني وأنا أتصفح جريدة السعادة مهرجانات للاحتفال بذكرى المطالبة بالاستقلال، جاءت في عدد
أعداد يناير 1956. ولكن في الحقيقة الذي أثر ليس هو الاحتفال، واحتفال حزب الشورى والاستقلال بهذه الذكرى. وأقول بهذه الذكرى لأنه إذا تأملنا في تاريخ الجريدة هو 12 يناير وليس 13 يناير، يعني العدد يتحدث عن واقعة سابقة، يعني 11 يناير، يعني أن حزب الشورى والاستقلال كان يحتفل بذكرى 11 يناير. ويعني مزمن التأكد سأحاول تكبير يعني هذه الصورة حتى تظهر يظهر التاريخ واضحا. إذا العدد هو عدد 12 يناير يتحدث عن حدث 11 يناير، وبالتالي فحزب الشورى والاستقلال لم يكن لديه مانع من الاحتفال ب 11 يناير. حاولت أن أجد لها يعني مخرج، فقلت ربما لأن التاريخ سبق، يعني في خضم مفاوضات مع فرنسا ربما حزب الشورى والاستقلال لم يريد أن يظهر بمظهر الذي يشق بل بالعكس هو مدعم للوحدة الوطنية. وأختم بتوجيه الشكر الجزيل للحضور الكرام. شكرا.